أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. Just repeat one more time. Repeat after me. عن ابن عباس. عن ابن عباس. رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم يرحمك الله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. طيب. Just repeat one more time. Repeat after me. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم يرحمك الله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.